بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين أما بعد أحيي إخوتي الكرام بتحية الإسلام وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله اللقاء ديالنا اليوم غادي يتجدد هذا أه... سيدي محمد الغازي سيدي محمد الغازي قال كودي ما هي الطريقة السليمة للقضاء على السمنة الطريقة السليمة للقضاء على السمنة غتبدا إن شاء الله مع شهر رمضان كيف غتاخذ ليا وجبه ديال الفطور وغتاخذ ليا وجبه ديال السحور هذه جوج الوجبات ديه جوجل عندك فقط في اليوم علاش بغينا غير تعطيو الراحه شويه للانسولين راه ما حد الانسولين خدامه والسمنه غتبقى تكون خدامه ما حد الانسولين عطيتوها شويه ديال الراحه آنذاك ممكن يكون واحد الامل في ان الانسان يشوف الوزن ديالو بدا كينقص وشكون هما الاشياء اللي غت... في الوقيته اللي كتعطي الراحه للانسولين كيكونوا كي الثلاثه ديال الهرمونات كيبداو كي يشتغلوا وهادو الا اشتغلوا بثلاثه بهم كن على اليقين انه كيف ما كانت عندك السمنه غتحرك بها الميتابوليزم وغيخدموا هاد الثلاثه ديال الهرمونات وغتشوف الجسم ديالك بدا كيرمي في ديك السمنه وبدا كينقص من الوزن ديالو كما بالطرق العلميه وبالطرق العقلانيه ما فيهاش كل هذه وكل هذه هادي وكل هذه وكل هذه انا باش باش يكون عندي نحيد عليا السمنه خص ثلاثه الهرمونات يخدموا الجلوكاغون واحد ويخدم الادرينالين جوج وتخدم كذلك لا الكات... كاتيكولامين هاد ثلاثه ديال الهرمونات ان فوا يخدموا كون على اليقين انك غادي ترجع شكون اللي غيخرج ليا الجلوكاغون هو الصيام من من الا خليت الوجبه ما بين الوجبه والوجبه ثمانيه السوايع كون على يقين بانك غتريح الانسولين وغتخدم الجلوكاجون. وشكون اللي غادي يخدم ليا الكاتيكولامين وهي قهوه كحله، رقم واحد كاس في النهار ديال القهوه ثم الرياضه رقم جوج كتخرج تخرج ليا الكاتيكولامين وكذلك الصيام حتى هو كيخرج ليا الكاتيكولامين وهذو الثلاثه ممكن انهم يخليوك تنقص من الوزن ديالك الطبيعي والماكله بطبيعه الحال. كلها طبيعيه كل ما كانت الماكله طبيعيه وكاين بيناتهم واحد ما بين وجبه لوجبه انا ثمان ساعات وعندك فقط جوج وجبات في النهار غتشوف بان الوزن ديالك الحمد لله بدا كينزل وماشي غير كينزل والميتابوليزم ديالك كيتقوى كيطلع كان نهار الاول كيطلع كي ب 10 5% كيطلع كي 10% حتى كتوصلوا ل 30% ولما كتوصلوا ل 30% اليوم وغدا وبعده بعد 5 ايام كتكون عندك تقريبا 100% ديال ديال العمليه ديال الحرق للدهون اللي كان عندك وكتشوف بان الجسم ديالك الحمد لله بدا كيرجع لللياقه ديالو والبناء ديالو وداك لو سفيلتيزم كت اللي كتقلب عليه